شيكسبير شيكسبير. لو قررتي تقري بالانجلش العادي كأنك بتقري شعر عمر الخيام بالعامية مثلا، الفرق كبير. بس صعب برضو. بس يستاهل. دي فريدة خطيبة أخويا الكبير. أوكي رب. فري ازيك؟ أوكي حاضر. مالك يا فري؟ في ايه؟ أوكي. بص يا عادل، رباب عملت محضر أثبتت فيه الواقع بالكامل، محضر رسمي، بس أنا بقى مش هحقق معاك بشكل رسمي دلوقتي، احنا في الآخر زمايل، بس من الآخر لو ثبت إنك عملت كده فعلا، وده شيء أنا أصلا متأكد منه عشان يعني ما نقعدش نلف وندور على بعض، كلنا هنتلط فيها. والله يا عمر بيه، لو انت شايف ان كلنا هنتلط فيها زي ما بتقول يبقى ما كانش ينفع تسمع الكلام الفاضي اللي البت دي بتقوله من الاول. وبعدين يا باشا العالم دي صايعه، اتربوا على النواصي، ما عندهمش اي حاجه يعملوها غير انهم يتبلوا على الناس المحترمين. يا راجل وليه غلبانه؟ هترمي بلاها على ضابط شرطه وفي الاسم وفي عز النهار وقدام كل الناس؟ كل دي صياعه. وليه لا يا عمر بيه؟ البت دي طلبت مني انها تقابل الواد الزفت بتاعها وانا رفضت. يا باشا ده كان فاضل انها تبوس رجلي. وبعدين يا باشا انا حاسس ان البت دي في موضوع بينها وبين الواد ده، يعني زي ما تقول كده كانت عايزه تقوله على حاجات من ورانا. يا باشا البت دي ما صدقت ان قلت لها على وفاه راضي وان سيادتك في اجازه عشان تساومني، لكن انا رفضت واديت لها الكلمتين اللي يوجعوا عظمها، عشان كده قررت انها تقلب عليها الترابيزه. جرى يا عمر بيه، انت نسيت العينة دي ولا ايه؟ نسيت يا باشا لما الناس دي بتتخانق مع بعض ويعوروا نفسهم عشان يتبلوا على بعض قدامنا؟ يا خالد انا ما عرفتش اقنعه باي حاجة، ده دماغه ناشفة خالص. بس طيب وبيحبك بقى انت عارفة. شكرا. انا خليته يمنى لك الكوباية نص. ميرسي يا فاري. العفو. الحاجة اللي أنا مش فاهمها، إزاي عمر ما يبقاش فاهم أنتي حاسة إيه؟ لا هو فاهمني كويس وعارف أنا حاسة بإيه، بس لما بيجي قصاد شغله بينسى أي حاجة وبينسى أي حد، ده بينسى حتى إن هو يحس بيه. لا اللي أنتي بتقوليه ده بالذات مش حقيقي يا فريدة، عمر بيحس بكل اللي حواليه ساعات زيادة عن اللزوم كمان، لدرجة إنه ما بقاش عنده مساحة يحس بنفسه، مش بيشوفها. وإنتي نفسه في حاجات كتيرة قوي يا فاري، إنتي هو بس على بنت زي القمر. بس أنا مش عاوزاه يكمل في القضية دي، إنت مش فاهم يا خالد، الناس دي أسهل حاجة عندهم القتل، يعني بعد الشر لو عمر ده راح مني أنا مش عارفة يحصل لي إيه. طيب بالراحة ما تعيطيش بقى يا فريدة، عمر مش هيجرى له حاجة، عمر عارف شغله كويس، ما تقلقيش صدقيني. اضحكي بقى. قوم معايا الباشا عايزك. انا رزق ده يا جدعان، ما فيش الا تلاعب في الاوضه دي يا باشا ولا ايه؟ عايزين نعرف اخرتنا ايه يا باشا؟ نفسنا ندوس على الاسفلت برجلينا يا باشا، نفسنا نشوف النور بعينينا سعاده البيت، عايزين نعرف اخرتنا ايه. هتروحونا على رجلينا ماشي، هتودونا النيابه برضو ماشي، هتموتونا برضو نعرف. يلا يا باشا مستنيك يا خلاص، يلا قدامي. ايه يا عم سعيد، نايم على ودنك ولا ايه؟ بتترزع في مكتبك، بيجي التفتيش وبنعيط. ادخل. عبد الله كل السبت على السنه اللي فاتت، انزلي دلوقتي حالا، يلا ما تاخرش.
يا رباب هاتي تقعدي. السلام عليكم يا باشا. عليكم السلام ورحمه الله. ايه اخبارك؟ الحمد لله يا باشا. عمتك لسه قافشه؟ حاضر هاجي معاك يا رباب. استنيني هنا يا رباب. حاضر يا بيه. رد السلام عيب عليك. استغفر الله العظيم. استغفر على ايه يا تلاع؟ استغفر على ايه يا اخويا ولا ايه ولا ايه؟ ابن منطقتي يا غالي. اهلام يا وقت مش عايز اسمع صوتك. تعالي. عادي الواد ده. اقعد يا رباب استريح. تسلم يا بيه. جرى يا عمر بيه؟ صوتك عالي يا باشا. صوتي ايه يا باشا؟ هو ينفع اللي بتعمله ده يا باشا؟ صوتك عالي يا عادل باشا. احنا لسه ما بدأناش محضر رسم. اقعد بقى واهدى. اقعد. دلوقتي رباب عامله فيك محضر رسمي بتتهمك فيه بمحاولة استدراكها لاغتصابها. والواد ده معمول في نفس المحضر وبرضه بينكر. وانا من الاخر بقى عايز اخلص عشان مش فاضلكم. قلنا نجيب الجمل والجمال. ولا انت ايه رايك يا حضره الضابط؟ هو صاوي فين يا ايمن باشا؟ جمحته في النبطشيه وانا جاي لك. روح عبد الله اندهله عشان يبقى موجود هو ايمن باشا. ده انا عبد الله. ولا تحب نجيب محضر ونبدا تحقيق رسم على طول ونخلص؟ فايه اكتر حاجه بتغيظني فيكي؟ ايه هي؟ انك عارفه ومتاكده اني دايما هبديكي على كل حاجه حتى نفسي. لا بجد؟ تصدق بقى ان انا نفسي اصدقك؟ لو بصيتي على نفسك وانت قاعده كده مديه ظهرك للباب بحيث ان اي حد يخش هيشوف حته كده من خدك وسايبه الباب مفتوح في وقت متاخر كده، لو بصيتي على المنظر ده اكيد هتعرفي ان القعده دي لازم تكون مستنيه حد ومتاكده انه جاي. وهو جه تفضلي بقى مدياله ظهرك كده ولا ايه؟ العيون دي ما ينفعش تسأل خالص. أموت عصب. بعد الشر. بقول بعد الشر يعني. يا سيد يا بدوي. أيوة بقى. عمر، أنت بجد هتسيب القضية بتاعت راضي عشاني أنا؟ بشرط. قول إيه هو؟ ما تشوفش دموع في العين دي أبداً. لحد ما اموت. طب ممكن تبطل تتكلم في الموت؟ حاضر. فريدة. بابا. انت بتكلمي نفسك يا فريدة؟ مالك يا بت في ايه؟ انت هتفضلي تبصي لي كل شويه؟ عادل بيه انا هكررها لك تاني. احنا في الاول وفي الاخر زمايل. وانا لغايه دلوقتي مش عايز اصعد الموضوع وامشيه بشكل رسمي. والبهوات اللي موجودين هنا دول
موجودين عشان حضروا كل حاجة من الأول للآخر لما الست سامية جات عشان تشتكيك، وهم في الآخر اللي لموها، يعني كده كده هم موجودين موجودين. جرى يا عمر بيه، البت دي سمعتها زي الطبل في المنطقة كلها، ما تعمل تحريات عنها يا باشا هي والواد الصايع اللي معاها ده قبل ما تعمل أي إجراء قانوني أو رسمي. أنا يا باشا بس بفكرك بالموضوع ده عشان ما نضحكش علينا القيادات بتاعتنا. طب يا باشا أنا خلصت كلامي وهستأذن عشان عندي شغل كتير. عادل بيه، أخبار الخبطة اللي في دماغك من ورا إيه يا بيه؟ أنت بتقول إيه يا بت؟ أنا اسمي رباب، رباب حسني الجمل. عمر بيه، الباشا واخد مني بطحة لما رزعت له دماغه في إزاز العربية، وفي نفس اليوم عربية الباشا اتسرقت. اتلم يا بت بدل ما أمسح بكرامتك الأرض. ما أنا منمومة أهو يا باشا وقاعدة على الكرسي، ولا تكونش شفتني قمت. جرى عمر بيه؟ احنا هنفضل في العبط ده كتير. عربيتك فين يا عادل بيه؟ عربيتي؟ انت مالك بعربيتي؟ عادل يا كومي، وشرف ابويا لو ما تعادلت معايا في الكلام لالغي القعده الحب دي واخليها لاسمي بقى. اعلى مفخلك اركبه يا عمر. اعلى مفخلي لو ركبته هيدهسك، هيسويك بالعرض اللي انت واقف عليها دي. ولا تلعب امرك يا باشا. الباشا جالك التلاجة ليه يالا؟ كان مثالنا على حكاية ربابة يا باشا. انا بتكلم على المرة التانية. كان محروق يا باشا وبيطلع حرقته عليا. وطلعها بالطول والعرض يا باشا. مين يالا اللي عورك في دماغك كده؟ انت هيطلع نسيفك. عادل باشا اقسم بالله. يعني الواد كان محطوط في التلاجة على ذمتي، ومع ذلك دخلت له التلاجة وعورته. أيمن بيه، هو الواد ده لو كان فايز في ايده كان مين اللي هيتلط فيها؟ بعد إذن أيمن باشا، محدش هيشيلها غيرك عمر بيه. يعني الموضوع ما بقاش بينك وبين رباب بس، أنا شخصيا ملطوط. كل ظباط الاسم هيتلطوا اهو. اللي اقدم مني ومنك قالها لك اهو. يعني لو ما قعدتش كده وهديت وفكرت وسبتنا نشوف حل للعكه السوداء اللي احنا فيها دي، النار هتتفتح عليك من كل الظباط في الاسم. ها تحب تقعد ونتكلم ولا تحب تمشي؟ اللي عندنا قلته يا عمر يا سلطان، واللي تعرف تعمله اعمله. سلام. شوف لي المحضر فين وهتقول. حاضر. هعمل ايه يا باشا؟ لا انت مش هتعملي حاجة يا رباب، احنا اللي هنام. تقومي روحي دلوقتي، لو احتجتك في حاجة هبعتلك. فين المحضر يا صابر؟ جاي ورايا مني. تمام صابر باشا، عايزك تاخد الواد ده والعيال اللي معاه في مكتبك، تاخد اقوالهم وبكره الصبح ترحلهم على النيابه. تمام يا عمر بيه. رباب، في شهود عيان على واقعة الاعتداء عليكي؟ لا يا باشا مفيش. خد عبد الله على مكتب صابر بيه. تمام يا باشا. يلا عبد الله. قدام يالا، قدامي. دلوقتي يا رباب الواد ده هيروح النيابه وهينكر كل حاجه، وبالكتير هيتعاملوا معاها لانها واقعة تحرش، ده اذا عرفوا يثبتوها اصلا وهخرجوها. رباب، هو ده القانون يا باشا؟ انا بس عايزك تتمسكي باقوالك في المحضر وما تجيبيش سيره خالص ان انت اللي رحتي له.